عسلامة. عسلامة. مرحبا بيك. بيك أكثر. تعرفوا عليك؟ طاهر لكحل. مرحبا بيك سي طاهر. استار عندك مشكل مع محامية. نعم. كيفاش بدأ المشكل هذا؟ المحامية هذه من 2015. من غير ما نذكر الأسماء. اللي بشيراني يعرف كل شيء. استثيقتها خبيت عندها أدباش وبعت لها حاجات في الأخر نكرت وليت قمت بشكاية وصلت للمحكمة وتحكم عليها خيانة مجردة وتحكم عليها بعامين. استينفت ولت لها مبلغ نتاع فلوس وانا ما عطونيش حقي بالكل وقتها. دونك انت احنا فهمنا تو الموضوع. المحاميه هذه انت عرفتها وقت اللي كنت باش تطلق زوجتك؟ هي عملت لي الطلاق وكي تعرفت عليا وعرفتني انا خاطر كنت نخدم في الشركه، نخدم مدير جهوي ونخدم في النزاعات ومن خدمتي ماخو وسام ذهبي عام 86 تاع شغل أحسن مسؤول فك العام ذاك 86 ماخو وسام ذهبي والحمد لله. وعندي 7 أولاد منهم 2 دكاترة، واحد دكتور في العالمية، واحد من زوجتك يعني اللي طلقت انت وياه؟ لا زوجتي انا ماخو. تحب نقول لك الحقيقة؟ ماخو 4. الأولانية مسيكنا زادة مريضة بالأعصاب، جبت منها 4، جبت 2 أطباء وواحدة أستاذة في التعليم العالي وواحدة ما حبتش وصلت للباك وما حبتش لا تكمل ولا تقرا ولا تاخو راجل ولا حتى شيء لها بامها. امها خاطر مريضه بالاعصاب، فهمت؟ كانت في منوبه قبل وكذا ولات حصيل. الثانيه اخذيتها كيف كيف ولات طلبات ياسر عندها وتحب على البرستيج وتحب على كل شيء ووصلتني امور مش باهيه. يعني زوجتك الثانيه ماديه؟ ماديه وليت طلقت انشا. الثالثه خذيتها طلعت مريضه بالاعصاب واجريسيف، جبت منها بنيه تو عمرها 12 سنه، بنيه عايشه انا وياها الحضانه عندي انا، فهمت؟ زوجتك معناها طليقتك الثالثة شكون اللي هي بها؟ توا في السونتر نتاع اللي مريا أمراض نفسانية. شنو أسباب الأمراض النفسية اللي عندها؟ أنا ما وقت اللي خذيتها مريضة من قبل، فهمت؟ أما الأولانية مرضت عندي أنا، فهمت؟ مش عندي أنا، دوم عرست مرض مسيكنا. والثالثة معناها مريضة من قبل وانت في بالك؟ ما في باليش، كيفاش انا الاولانية مريضة بالاعصاب ونزيد؟ ما هو فترة الخطوبة يعني تعرفوا بعض. ما فقتش به. ما فقتش مسيو؟ وقتاش فقت به؟ وقت اللي حبلت جابت بنية بالفرحة هبلت ولات اجريسيف. اجريسيف كيفاش؟ اجريسيف مرة فتي بالغاز سايبت علي الغاز بغير سبب؟ بغير سبب. ومرة فتي حشيك بسكينة خاطر انا عملت لها بسمة بيزارية في بلاصة بسمة هي يعني ناوي لها كان الخير، قلت كي نموت وموان تلقى حاجة عندها، عملت لها بيزارية فتي صار فيها مشاكل سلمنا. وهي كل مرة تعمل لنا حاجة وليت طلقت انشا وطلقت بالتراضي وليت طلاق صار من تل هذه المحامية هذه تو نرجع المحامي. والثالثة والرابعة
حشيك طلعت شديناها ببروفتها تحكم عليها بستة شهور وهاي توا. شو ببروفتها؟ في الزنا. خيانة. خيانة زوجية. خيانة زوجية. شديناها بابتلاء اللي معاها حكموا عليه ستة شهور واللي وهي حكموا عليها ستة شهور هي من بعد سيبوها على خاطر دخلت لها شكون فما دخل لها والقاضية حكمت عليها بالعدم سماع الدعوة وهو عدى ست شهور مش معقول حاسيله سينفت غير متزوجة يعني سينفتها من بعد وتحكمت يعني الحكم الابتدائي ست شهور باش تعديهم. كيفاش فقت بالخيانة مسيو؟ كيفاش فقت بالخيانة؟ أنا ما قعدتش برشا معايا، قعدت معايا يمكن أربع ولا خمس شهور تغيب وجاوني أصحابها أنا قاعد. كيفاش تغيب أيامات وإلا كيفاش؟ روحة تغضب تمشي وهي عندها أولاد قالوا لي من الأول عندها زوز بنات خمس سنين وأربع سنين اللي خذاها لي الله يهديه الله يهديه وكهو. طلعت اللي عندها زوز بنات وطفل عمرهم فوق العشرين سنة وهي نهار كامل غاضبة وتمشي في الدار خاطر فما دار الأولاد متاعها وهي بلاني تمشي عند فلان. يا أخو أصحابها جاوني زوز قالوا لي عم الطاهر أنت ما تثانش راهو فلانة في التلال راهو هكا وهكا. هي هزوني في التلال البلاصة وعلمت المحامية متاعي وعلمت الشرطة ومشينا احنا والشرطة وكله وشديناها بالبرو. كنت تحبها مسيو؟ كيفاش؟ كنت تحبها؟ لا ما نحبهاش أنا خذيتها لبنتي باش تربيها لي. أنا اللي نحبها هي الأولانية والثانية زاد نحبها شوي والثالثة زاد نحبها شوي كلهم الثلاثة نحبهم الأولانية. الثالثة مش عن حب؟ ما تزوجتش عن حب الرابعة؟ مش الثالثة مش عن حب الرابعة نقصد على خاطر مريضة إن حبيتها فهمت قلت من لوحاش أما كي كثر فهمت الشيء فهمت باش تقتلنا وليت طلقتها. نرجع الموضوع المحامية اللي ما بيناتكم قضية. شنو طلباتك بالضبط مسيو؟ لا بشوية مزيت ما كملتلكش أنا. المحامية ذي استينفت وليت تشوه فيا كل مرة تقول حاجة فهمتي اللي أنا حاجة ما كبيرة مش باهية فهمتي اللي من كي وصلت للمحاكم مش شيء اعطوني خطية وشيء حكموا عليا بعدم سماع الدعوة لادعاء الباطل فهمت. من بعد وليت تنش في كل محامي اللي نعمله تمشي له الكلام هذا اللي باش نقوله على خاطر المحامي الاخراني هذا فقت به وفقت ببرشا محامي ومنها محامية عملت لها تليفون قلت لها فلانة وهي كلمتني أنا غالطة فهمت قلت لها أنا ما نعرف إيش فلانة قلت لها يعطيك يا عم الطاهر قلت لها لماذا تكلم فيها أنت قلت لها تو نجيك وليت مشيت لها وليت تبكي مسيكنة فهمت لا نقول أصغش كيفاش قلت أنا مسيكنة وليت تبكي وتقول لي سامحني وسامحني يا سيدي سامحت تعاود تعمل لي مشاكل اخرين وليت شكيت بها في الاولى والثانيه والكل شكيت بها الكل فهمت وليت لي مشكله مع مسؤولين كبار منه مسؤول قال لي تعمل فاكس تمشي تجيك الشرطه حتى ردها منه مسؤول اقف فم شكون عطاك الفاكس عطاني فيلم 1200 تتمنيك ودر شنو اذا تعمل فاكس اخر راك تمشي للحبس. المحاكم ثلاثه اربع محاكم توا انا ممنوع باش ندخل مش ممنوع ندخل مهدد هذا الكل ولا لي شكايات ضد المسؤولين الكبار وولا لي تهديد وخطف
كلمني واحد مجهول بالتليفون. اي نعم. وصلت للخطف؟ اي وصلنا للخطف ووصلتها للرئيس ربي فضله قيس سعيد، وصلت له الخطف الأولانية والخطف الثاني. صار خطف هو؟ لا، محاولة خطف. كيفاش؟ كيفاش مسوي المحاولة هذه؟ عملي تليفون مجهول والنمر نتاعو عندي. كلمني قال لي أنا مستيك. قلت له مرحبا تفضل. قال لي حاجتي بيك تعرفني؟ قلت له. قال لي لا، نحب نطلب منك السماح لعل غلطت خاطر طلبتك برشا مرات. وهو طلبني برشا مرات أنا ما نهزش. النهار اللي هزيت هو خير كي هزيت عرفت شكون. قال لي راني أنا مستيك. مستيك إيه مرحبا بيك. قال لي نحب نراك. لا، قلت له قل لي علاش. قال لي ليه، أنا نحب نطلب منك السميع وكذا. قلت له باهي شنو تحب أنت؟ قال لي أنا مستيك. قلت له ما تقد الضو، أنت جيت قد لي ضو في الدار. وقتها فهمت. قال لي ما نعرفش نقد الضو. قلت له كيفاش أنت مستيك وتعرف تقد الضو؟ حصيله سجلت له كلامه وأكد مليح حبي يهزني. قلت له باهي هاني جايك. أعطاني بقعة يعني خالية اللي باش نمشي نتقابلوا أنا وياه وأنا نعرفها. أنا من منزل عبد الرحمن. مساج بنزرت. إي بنزرت منزل عبد الرحمن. أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. يعني قلت له باهي هاني جايك ونعمل لك ناخذ تاكسي ونهبط لتونس ونعمل شكاية في ونعلم السلطة ونعلم رئيس الجمهورية. علمت الناس الكل. هذه خطفة الأولى. الخطفة الثانية جاني حتى للدار. جاوني حتى للدار كرهبة بيضة بعد رينها. وقفت دق علي الباب. طليت عليهم وليت خايف. أنا ساعات نبت في تونس، ساعات نبت في الشارع، ساعات نبت كذا. وقتي كانت كرهبتي عندي نهز كرهبة ونبت في الشارع أنا وبنتي. توا كرهبة تكسرت وليت نهبت وحدي في الليل وبنتي تمشي تبت بحث المعلمة. يعني عايشين في عيشة ما تصورش بير بالتهديد. التهديد الثاني قال لي أنا مش صحة. قلت له مرحبا بيك تفضل. قال لي اديني دقيقة. قلت له تقول لي اش فما؟ هاني من الباب. هاني الباب مش بعيد، فما 3 متر من با. تفضل اش تحب؟ قلت له. قال لي لا حاجتي بيك أنت. حاجتك بيا قول لي. قال لي لا جيني. قلت له ما نجمش نهبط. عمل لك كم شيء. وهو مظهر روحه اشطر برك. اليد اليمين وكل مش مظهره. يعني يستنى فيا كي باش نهبط له وين الباب مشبك كي اصور شنو باش يعمل لي. فهمت؟ وليت زاد كيف قدمت شكايه. باه كيف المحاولات هذيا نتاع الخطف ما نجحتش ضروري تليفونات الشخصيات هذوما الكبار. يجي 30 تليفون وانا مريض بالقلب والسكر. والطبيب نتاعي قال لي كي يجيك تليفون ما تعرفش نمروه ما تهزش على خاطر ما تعرفش على روحك تجيك ذا. انا عندي حشاك الماء في قلبي وعندي دقه زايده. قال لي كلمه من الكلمات اللي واحد يقولها لك تطيح تموت. قال لي وانا عندي بنتي طبيبه زاد كيف كيف نصحتني في بلجيكا هي. نصحتني فهمتي لا. قالت لي يابا ما عادش تهز التليفون. ما عادش تهز. وليت ما عادش نهز. كي قعدت نتبع في التريكولار وش اسمه هذيك ايوه عرفتهم اللي كلموا فيا بالتليفون ظهروا شخصيات. والشخصيات هذايا مره يقول انا مستيك. يعني اللي جاني تقاهوي اللي جاني طلبني على البورتابل والفيكس ظهر من الشخصيات. مرة حاطت روحه فهمتي ستاج ريجينو كذا. ومرة روحه شخصية. ومرة حاطت اسمه. كل مرة كيفاش الثلاثين هذوما كل من المحاكم. دونك شنو طلباتك اليوم مسيو؟ طلباتي انا نطلب من السيد الرئيس باش يحميني. انا توا عايش في حاله نحب حمايه
واي قضيه نعملها نخسرها، تدخل المحبات ولا كيفاش يقولوها فهمت، ويذاريوها على خاطر هي محاميه، يذاريوها الشخصيات هذوما كله معاها، انا هو الظالم وانا بحقي عندي ديزاكسيون فوق ال 100 مليون باعوهم لي، وزادوا كي عملت شكايه هي كما نقولوا في ولايه تونس بعثوا لي يا ولادي علاش تبطوا فيها غادي؟ الواقعه وقعت في تونس، علاش؟ هذه بنوك باعوا لي ليزاكسيون تاعي من غير حكم، من غير حتى شيء، قيمه 100 مليون وما لقيتش حقي. هذا شنو نطلب انا مع السيد الرئيس؟ القضايا نتاع الشكايات نتاعي اللي نوصلهم له يشوف يحاول كيفاش يظهر لي حقي. ان شاء الله ان شاء الله تاخذ حقك مسيو، وتم خليه رقم الهاتف عندنا. التليفون نتاعي بعد نعطيه لكم. يعطيك الصحة يا مسيو.